انا اوريكم الحولي ديال عائله العزاوي. هذا هو الحولي. غادي تصدمي. واو. تا تا كو تا تا كو تا 10 درهم هيشوف تا واو. اوكي السلام عليكم زازلوس اوفردوس، مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي. فيديو جديد او فلوق جديد كما كتشوفوا انا في هذه البلاصه. بالنسبه للناس اللي متابعينا، انا في هذه البلاصه اللي هي شنو دارنا القديمه خوتي في مدينه كرميم. جينا لكرميم باش ندوزوا العيد مع العائله. هذا الفلوق شنو غيكون فيه؟ اول حاجه غادي نمشيو نتقداو شي حويجات لوالدينا، كانوا كيكسيونا فاش كنا صغار، دابا النوبه ديالنا خوتي نتهلاو فيهم الله يخليهم لينا. واخا نديروا اللي درنا ما نردوش لهم ولو شويه من داكشي اللي داروا على قبلنا. وثاني حاجه بطبيعه الحال غنمشيو للسوق باش ناخذوا الحولي ديال العيد، وقلت نبارطاجي معكم هذا النهار كامل اخوت. يا ما تنساوش واحد لايك، اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، او ليتس جو تعيشوا نهار جديد مع عائله العزاوي. ومبروك عواشركم اخوتي، تعيدوا تعاودوا زايا. اليوم في الفطور راه ما كاين لا الماكله الاول، ما بغيناش اصلا، كاينه حاجه وحده اللي هي عصير. كل واحد فينا خد عصير ديال الليمون بارد الاصدقاء، غادي نفطروا باش نبداو نهارنا، حيت راه الصاد ديال بصح في كرميم، وتابعنا نشريو الحوايج وتابعنا نشوفوا الحولي في السوق. يلا سير باش نهبط على اللي نديروا شي تحدي. يلا سير واحد اللي سبق غنعطيه 100 درهم. يلا سير. علي ابتسام، علي ابتسام، وليش دارت الليمون؟ ما يمكنش شو هشام غير سبقك. يلا يلا ابتسام يلا. هبطت عليه. مشات 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 ذاك الكاس مشات. واو ما يمكنش. ملكة التحديات. ابتسام ربحت اليوم اول 100 درهم. اول 100 درهم. اي هشام اخوتي، عرفتي شنو اللي ربح؟ شكون اللي ربح؟ انت. مول القهوة. علي 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 مول القهوة هو اللي ربح. هو اللي ربح. شرب لي الليمون بالزربة، شوفي حبي، حيت ربحتي. زيدها شي ليمون اخرى هو الله يحفظك. واحدة اخرى. عطيها شي ليمون. لا لا وانا 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 لا انا عاودي شربي هاك، شربي هذا بين ما يجيب لك واحد اخر. راه قادر هذا كاس اخر. سي عبد القادر عطينا ليمون واحد اخر. شربي شربي قدام. عصبي انا بقى لي غير شويه. عصبي زيد. ضيعيان. حتى كيتعصب فيه هشام مسكين. بلاص اصاحبي على الصباح. مسكين وهي شربات هذا وربحات 100 درهم وزيدها كتشرب هذا. على الصباح. شوف ابتسام كانت في الفرماسي انا سيدي. اش كدير باي باي؟ حيت نسينا الرضاعه ديال يانيس في اكادير وشريت شي دواء اليوم صحيت مريض. غنشوف الجديد اللي خدا السي انيس، رضاعه جديده ناضيه مزيان، حيت نسينا ليه ديك الاخرى في اكادير. هو دبر على راسو خدا رضاعه جديده. سي يونس حتى هو ما نسيناش، خدينا ليه هذا السيرو هذا، قال لك راه مزيان الكحه حيت ضربوا البرد. هذا زوين عقلوا عليه الكحه. والناس الناس سخان هو يلاه ضربوا البرد. وي كيكح مسكين. اول حاجه قلنا نبداو بالاباء. شوبنا بالرجاله عند زوج العيالات. شوف لقينا بزاف ديال القناضر في انواع واشكال، ولكن هذه عجبتنا حيت مطروزه. الخضر ملكي. اش يعني. بالك نشدو البوب باك نفس اللون؟ اش بان لك؟ المهم الوالد ديالي والوالد ديالك هشام عندهم نفس الطول. ياك نفس الطول ديالك انت. ديالي انا نقيسو عليك. لا لا صافي. لا هو طويل راه هشام طويل عليهم. شويه هكاك. المهم هذه زوينه، هذه تتبان زوينه، كاينه في اللوان هذه. في اللوان ايه ما يمكنش نديو لهم بجوجهم الخضر. بحال بحال. شوف لنا شي حاجه تكون غير مطروزه بحال هكا فهمتي. المهم راه كاين الاشكال وانواع، كاينين هذوك ديال 3 بيس ولكن مابغيناش ناخذهم، غيبرسطوهم مع الصاد. ياك هشام نبيع على هنايا. تبيع يلا سير. جلابه 10 درهم. جلابه 10 درهم. هشام هشام ولا كيبيع الفاقه خرج. قلنا لي قيس ماشي شطح. راه زوينه شطح معاها. المهم هذه جات تقريبا تقريبا قصيره على هشام بشويه، اذا غتجي قدهم ياك. عاد تجي قدهم ان شاء الله. المهم كيما شفتوا الطرزه زويونه ومبرده، على حساب دابا راه كاينه السخونيه ديال بصح في كرميم، واصلا كرميم ديما سخونه، والخضره حتى هي غتجي واعره. اي شكون تلاقينا عاوتاني بالشورت؟ اش يا خويا انت ضعيف وزدتي بهذ الحراره غتزيد دوب. ماشي عادي راه دابت غير اختفى. ايه تلاقينا اخوتي حدا البنكه كتخرج الفلوس. ها البنكه كاع ما فيها الفلوس، ما لقيناهاش فيها. وين خرجوا ما فيها. المهم الاصدقاء دابا حنا فين كاينين؟ كاينين في شارع موريتان. من السميه ديالو غتعرفوا البلان، هذا الشارع كاين في كرميم. شنو كيتباعوا فيه؟ بزاف ديال الحوايج عندهم علاقه بالثقافه الصحراويه، واهم حاجه جينا على قبلها اللي هي شنو ابتسام؟ يا الملاح. الملاح دابا النوبه ديال امهات خصنا نشريو لهم الملاح، حيت هنا في المناسبات في الصحراء ولا في كرميم بالضبط كيلبسوا الملاح. يلاه نتقداو لهم اخوتي.
اوكي دابا شنو بلانا ابتسام؟ دابا غنختاروا الملاح. انا خلي لك انت الاختيار. صافي. علاش؟ لان خوتي الملاح فراه واخا تشوفوهم بحال هكا راه يقدروا يكونوا كيبانوا لكم بحال بحال كيتشابهوا، ولكن راه ماشي بحال بحال، راه فيهم بزاف ديال الانواع اخوتي. الصحراء راه عارفين اش كاين، بالنسبه للناس اللي ما كيجيوش للصحراء ولا اللي ما عارفينش هذه القضيه، انا قلتها لكم راه ما كيتشابهوش نهائيا، لا من ناحيه الثوب لا من ناحيه الوقيته فاش غتلبس يعني النوع. لا النوع، الثوب، الثمن. زائد راه كل ملحفه وعندها وقتها اللي غادي تلبسها المراه، مثلا كاينه ديال المناسبات، كاينه ديال الاعياد. ودابا اختاري لنا شي حاجه ديال العيد الكبير. ديال العيد. ابتسام بدات بالاختيار الوالده ديالي، وقلنا هذا اللون كتلبسوا الوالده بزاف وكيجي معها زوين. هذه اختيار ديالي وديالك، بجوجنا حطينا عليه. قد يكون يبان لكم اللون مختلف حيت البولات زرقين، ولكن هذا راه بحال اللون اللي لابسه ابتسام. هذا غوز فوشيا، هذا غوز فوشيا والمطارد. غيجي واعر مع الوالده غالبا. المهم انت اختاري، راه كاين بزاف الانواع. هي هزات من ذاك النوع اللي هو سميتو شنو؟ كنيبه. كنيبه. هذا النوع هذا سميتو كنيبه الاصدقاء. المهم شبان لك فيها مزيانه؟ لا لا واعره، انا عجبتني. صافي دابا ابتسام كتختار الوالده ديالها، واختارت من هذا النوع هذا اللي سميتو غاز تيتان. تيتان ياك؟ تضحك علي، تضحك علينا مول الملاح. حنا اخوتي راه عايشين في قلميم، ولكن انا بالضبط راه ما مطالعش بزاف. المهم سميتو غاز تيتان. انا ما كنشريش الملاح بزاف، داك الشيء معاك. كما كتشوفوا هذا اللون هذا، قالت ابتسام راه غيعجب ماما. ماما غيعجبها. تلفت انا راسك، راه الاختيار صحيح. السيده قالت لك زوين. زوينه. صافي واحد السيده واقفه هنا كتقدا قالت لك زوين، صافي ناخذوه. صافي. هاي 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 عاوتاني على الالوان. غتلف ياك. هاد البلاصه شنو فيها ابتسام؟ في هادوك الكساوي اللي كيتلبسوا تحت الملحفه. ديما فاش كتشري اي وحده ملحفه كيخصها تاخذ الكسوه اللي غادي تجي مع اللون ديال الملحفه. فهمتي؟ كاع الالوان كاين. حنا جينا عند واحد السيد باط الحسين، تحيه ليه من هذا المنبر. تحيه للحسين وعائلته كاملين. المهم كما كتشوفوا الكساوي كاينين في كاع الالوان. وريهم شي كسوه بحال اش كتكون. عطيني شي شونتيوم. عطينا شي وحده مفتوحه نشوفوا، غير نوريهم بحال اش كتكون الكسوه. هاي هكا هاد الكسوه هذه كتلبس، عاد كتلبس من فوق هذيك الساعه ملحفه. فيها الاشكال والانواع حتى هي وكل شيء. فيها الكسيره، فيها اللي طويله، فيها اللي مشبكه، فيها اللي مشبكه. دابا عرفتوا شنو البلان؟ وصلنا لمرحله الصنادل، وانا اللي غادي نختارهم. علاش ابتسام؟ حيت راه الويده ديالي مازال كتضربنا بعض المرات. خاصني نشوف الصنداله والصحه ولا ما صحاش. خذ هذيك ديال الطالو. هذه راه قاصحه. غتفلقك. ويعطينا شي واحد يرطبين. لا ديال امي لا ديال امك هشام ياك. بزوج بزوج. خاص يكونوا رطبين الاصدقاء. ديما الا مشيتي عزلتي صنداله امك ما تكونش قاصحه بحال هكا، ولا غتعرف علاش من بعد. المهم الاصدقاء، هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا عزلناه الويده ديالي، وهذا الشكل هذا عزلته ابتسام وهشام لماماهم. شوف كي داير عاوتاني مختلف تقريبا، هما بحال بحال، غير وحده عاليه وحده ما عالياش. هذا العجب ديتي ابتسام؟ هذا فرماج. فراسك كتبقاي فيا. شوف حنا باش كنتبردوا مشروبات ديال الطاقه، وابتسام شوف باش كتبرد. مسكينه. ديما ملي كنمشيو للسوبر مارشي ولا شي حاجه كتشديها غير الماء، حيت ما تقدرش تشرب مشروب ديال الطاقه. اخ شوف شي راه الصاد ديال الصح. حطي. وهذاك العجب شنو هو؟ هذا كيتدهن في الخبز. هذا كامل كيتدنس بنين واعر. واعر. السلام على رسول الله الى والعريس. دور دور ابو عز، شوف دور دور دور. ويلي ويلي ويلي. دير ديك اللايك دير صافي يا ابو عز صافي. هو عطاكم الصلعه ودار اللايك للسماء. لاباس عليك؟ بخير. مبروك عواشرك. الله يبارك. قول لهم قول لهم مبروك عواشركم. مبروك عواشركم. تعيدوا. خليه وليداتك. امين. لا. الله يسهل على ابتسام. امين امين ابو عزوز، احسن حاجه هي الدعوات ديالك. امين. الحطه كي جاتك ابو عزوز ناضيه. ناضيه. بالصحه والراحه. بالصحه والراحه. مسكين يانيس، عرفتوا راه الحراره ديال بصح كما قلنا لكم وقت الصهد. يلاه دوشوا ليه مالين الدار. دوشات ليه عمته وجداته. شوف هكا. شوف الهام الي فاميلي. شفت شوف اخوتي كيفاش ترع ويرتاح مع راسو. سكين. دابا هو مولفش هاد الصه ديال قلبي. لا لا ما مولفش الصه نهائيا. لا خصي يولف، خصي يولف، خصي يولف. كيف الصحه والراحه الوالده؟ على عرفتي علاش دابا بغيت نصور هاد اللقطه بالضبط؟ باش تقول لي كيجاوك حيت ابتسام اللي اختاراتهم. لا لا عندها الضوء. ها هي على المباشر كتقول لكم مرتي عندها الضوء. غير انا ما عنديش الذوق ملي اختاريتها ياك ابتسام. لا عندك الذوق. ايه ديالها وهاللعيبه ديالها. فين هي الصنداله؟ الله يعطيك الخير. ها الصنيضيله مزيانه؟ زوينه بصحه وراحه. هادشي قليل بحقك الوالد. شحال شريتي لنا الحوايج؟ الا جينا نحسبوا دوك العياد 30 عام دابا باقي كتشري لنا الحوايج وكتصيفطي لنا لكادير. شنو قلت لكم؟ هاد اللبسه هادي شكون شراها لك؟ ديالي جدتي.
جداتي يلا وقف وقف نشوف كي جات معاك وقف يلا دير الصيحه ديالنا يا مردين اي 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 المهم اخوتي راه كيما قلت لكم دابا راه باقي كشري حوايج لينا ولولادنا جيبوا ديال يانيس جيبوا ديال يانيس فين ديال يانيس كاينه اللي يانيس بحال هادي باي 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 المهم اخوتي راه اول وحده شراتها التونية فاطمة الزهراء ياك من بعد رانيا لا رانيا كانت هي التالية من بعد يونس ودابا يانيس شوف اللبسة ديال يانيس باش غيدوز العيد ويلي ويلي صافي غدا نديرو شي ماتش ما نعيدوش ما ندبحوش حنا نلعبو ماتش نتوما شجعونا ولكن الفرقة اللي فيها يونس ويانيس هي اللي غتربح ياك صافي يونس كويري ولكن انت فاطمة الزهراء كويرية انت كتلعبي الباسكت يلا تورو تشا 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 النوبة ديال من؟ ديال الوالد ديالي ديال بابا ابتسام هو الحاج كلا الله يخطيك علينا الحاج شكرا حيت عطيتيني بنتك ولكن علاش عطيتيني معها اخوها علاش؟ علاش؟ شنو؟ اونبورتي معاها ولا شنو؟ جري عليه لا 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 ما قلتش ما قلتش الحاج جري عليه بحال خويا بحال خويا المهم جبنا لك واحد شي حاجه قبل عليها الله يعطيك الخير الحاج قول لنا كي جاتك حنا تستاهل انت كل الخير هادشي راه والو في حقك بغينا نعرفوا كي جاتك يلا سير 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 هذه كندوره في اللون الازرق كي جاتك الله يعطيكم الخير بصح واش عجبتك ولا ما عجبتش؟ عجبتني اللي تستاهل كل الخير انت وبنتي انا عاوتاني راه هو كيقول لي ولدي اخواتك كيقول لي زعما بحال ولدي وري وري ديال نسيبه دابا نسيبه ما كتبانش الخوت ها هي راه غتسمعوا صوتها كي جاتك زوينه والله زوينه انت شوفي راه مريضه اخوتي نسيبتي دعيو معاها معايا كيعجبك هذا اللون صافي المهم دعيو معاها في الكومنتيرات راه مريضه قولوا الله يشافيه ماما ابتسام هذيك السيوه ديالها وصنيديله وريها الصنيديله شوفي شافها الوالده شوفي شوفي ها الصنيديله عجبتك وعلى الله تستاهلي كل خير نسيت فرحت ملي عجبتهم وعرفتوا الخوت وصلنا دابا للسوق باش نشوفوا بلال الحولي وشنو كاينه هشام البرد برد 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 كاينه الحراره ديال الصاع لدرجه ان يونس يونس اخويا ما غتنزلش معنا نمشيو نجيبوا الحولي مالك اخويا خلاه هنا ونقز قدام الكليماتيزور الله يلحشم عليك يلا تعزل معنا الحولي خوت واش راكم مبروك تعيدوا تعاودوا باش هاك اخويا تبرد تبرد انت واش ما بغاش ينزل معايا السوق؟ انا ما بقيتش غادي غاسير ويلا نشريو الحولي ولا شريه انت بوحدك صدق وانت الموت اصاحبي شنو بلان درنا حتى درنا ولكن ما لقينا فين ندورو اصلا الناس ديال السواق كلشي جمعوا كلشي جمع هشام اخويا عرفتي شنو الحل؟ نمشيو لدوك الناس اللي عندهم الخرفان في الحواش اييه نمشيو لشي حوش فكره راه كما كتشوفوا راه كلشي خوار السوق خاوي ديال بصح الاصدقاء بغينا شي معزه شوف 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 جينا لقينا اسيدي مجبد مع راسو وحنا جالسين كندورو في السوق خاوي ما فيه حتى حاجه والاخرين حتى هما نعسوا زكريا ودعاء ويلا تقلبوا معانا انا الحولي دير لي شي مساج يا هشام دير لي شي مساج فيق هاك عطيه تصرف فيق عطيه تصرف فيق صرف ضرب 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 ها هو ناض لكم ناري مشيتوا فيه هربوا زيد عندك 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 يهرب شد هشام غيهرب شد هشام غيهرب المهم كما كتشوفوا اخيرا اخوتي بزز لقينا الحولي وهذا فين لقيناه لقينا عند واحد السيد حتى كنا حنايا خارجين من السوق لقيناه مدخلو شوفوا تبارك الله اللهم بارك شوف كيف كيخنزر فيا كيقول لي اش بغيتي عندي في هذا الصاد شحفتي واه واه عيتي عذبك انت اللي قلت لي نتكلف به عرفتي اخوتي اش باغي نعاونو قال لي عرفتي ما دير انا غنتكلف غنطلعو مع الدروب واش بان لي صحيح ولا ماشي صحيح المهم اخوتي انا نوري لكم اللهم بارك شوف راه المهم هو التضحيه هو العيد ماشي مهم قداش ولا بشحال شريتيه ولا واخا الله يحسن العوان راه هذا العام شياط غالي غالي بزاف كان الصاد في السوق والشوايه في الخرفان دابا شنو بقى البلان غندير واحد الحاجه شنو هي عرفتي شنو هي نصوروه باش نديوه ليونس يشوفو ها هي اخوتي ابتسام اخيرا غادي تشوف الحولي اين هو الحولي غادي تصدمي واو تبارك الله هذيك هذا ديالنا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله باين يلا شدي عندك تقدري تشدي شد التليفون راه غير قلبك ابتسام راه صحيح عطي راه من خوك باش تطلع صح ها هو شديت اه تبارك الله حنشوف
قلت لك ناضيه هشام تلفني سخانه اخويا تلفني تلفني الحراره هاجي شد هنا سلبي 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 عتق عتق هاك اوبا يلا باش نقلب شوف شوف بحال كيقلبك يلا شبان لك واصبر ملح عمر عارفه تقلب قلبتك يقلبهم من هنايا والعنقره والسنان واش تني ولا باعي ولا المهم شوف راه كيما قلت لكم يا كابتن العيد هو انك تضحي ياك فهمتوا حيت تضحي لله عز وجل ماشي مهم تشري خراف قدو قداش ولا ما شنو واصلا هاد العام هذا غالي واخا يكون عندك ما شنو عندك وو 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 ما تقدرش تشري شي خروف ناقص الله يحفظك المهم هذا عيد تبارك الله الله يخليك يلاه خوتي شنو البلان غنمشيو دابا نصوروه كما قلت لكم ونشوفوا ديت الريليونيس وكيعوم كيعوم في لابيسين غنمشي نشوفوا دابا ردت الفعل ديال يونس ملي غيشوف الحاولين حاولين هاي هاي هادو مبلبلين هاد في لابيسين الصحة والراحة العومة ويلي 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 ناشطين عايمين زايا خوتي سير 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 السيمو وا سير فاتيس ويلي 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 رصة التليفون دابا عرفتي شنو نوريكم نوريكم الحولي ديال عائلة العزاوي يونس واحد القضية راه الحولي ديتو للدار ديال بابا ابتسام صافي حيت غنعيدو تما هاد المرة ما عمرنا عيدنا تما ما غنعيدوش هنا كما العادة هاد السطح هو فين كنعيدو في الأصل ولكن هاد المرة كنا نبدلو نعم الحوالة ديال عائلة مكة دابا شنو بقى غيوريكم هشام التصويرة ديال الحول كنت باغي نديك حتى لتما ولكن الصهد يونس وانت كتعوم صافي شوف ديك التصويرة يلا شوفوا التصويرة ديال الحول شوفوا كي داير كيفك عجبك يلا شوف هاد المرة شكون غيذبح انايا ماشي انتوما يلا كحزو كحزو كاملين وديروا تلاحية مجموعين كحزو كحزو واحد يلا وقفرا ثلاثة واه